يعني لا يبغض، لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يبالغ في بغضها. إن سخط منها خلقا رضي من آخر. وهذا عادة من يعني من كرم الله وفضل على عباده. ما تأتي المرأة ممحوقة الفوائد والبركة، قد يكون فيها نقص في الجمال لكن فيها مثلا زيادة في الأخلاق، قد يكون فيها عبادة، قد يكون فيها حرص على نصيحتك، على حفظك، على إيقاظك للصلاة، هكذا. يعني في كثير من الناس ما يفهم الحياة، يظن أن الزواج سواء الزوجة أو الزوجة يعني يريد شيء على الطلبية، يظن هو يعني الطقم برسلان، يعني كم طوله واللون والصناعة والحجم، ما يوجد في البشر هذا. تريد زوجة يمكن فيها شيء من الجمال، فيها نقص لكن فيها شيء من الأخلاق، وقد تكون فيها أخلاق لكن ما فيها جمال، وقد تكون بنت فلان الفلان لكنها ليست جميلة، أو تكون هي جميلة لكنها ليست بنت مثل عائلة ترغب أن تتزوج من نسبها، هكذا. فالواحد ماذا يفعل؟ سدد وقارب. ما تأتي تريد مواصفات كاملة في كل شيء، حتى أنت لست كاملا في كل شيء. يعني فعلا بعض الناس يمكن يضع يعني كما يقال ورقة وقلم ويكتب إيش الطلبات اللي يريدها، كذا وكذا 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 وكذا، ثم يمكن آخر شيء يتنازل، آخر شيء يقول أريدها أنثى، يلا ينصدم مع الواقع فعلا. وكذلك يعني المرأة ما تحضع شروط كثيرة، هذا قد يكون فيه وسامة لكنه بخيل، وقد يكون كريما لكنه مريض، وقد يكون صحيحا لكنه مثلا غضوب، وقد يكون كبيرا لكنه طيب وأخلاق، وقد يكون فيه طيبة لكن فيه فقر فقير، هكذا. فالواحد يحاول إيش، أهم شيء يحرص على الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجال والنساء. ماذا قال في حق النساء؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في حق الرجال من أتاكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. لكن هذا لا يعني أنه ما له طلبات، ينظر أيضا في الطلبات، إذا كان هو مثل يحب الجمال لا يبالغ ويبتغيها جميلة، كذلك إذا كان يعني يرغب في النسب أيضا قد يدقق على النسب لكن على حساب لازم يتنازع أشياء أخرى. أما يريد أن تجتمع كل الأمور في امرأة واحدة وهي تلك الأخرى بعد تريد أن تجتمع كل الأمور في رجل واحد، على هالطريقة ما تزوج أحد، ولا لا ما يتزوج أحد حينئذ، فحينئذ ينتشر الفساد، ينتشر الفساد. ما يتزوج إلا الجميلات، لا يتزوجن إلا الجميلات، مو معقول هذا أبدا. فلا بد أن الإنسان يتفهم الحياة، الزواج في الطلب سواء رجل أو امرأة ما يطلب كل الطلبات، لو طلب كل الطلبات هو ستتعطل مصالحه، لن يتزوج حينئذ. وفعلا ياما في ناس هكذا تشرط حتى طاف عليه العمر وما تزوج، بعدين تفتر حتى همته في الزواج، يبلغ عمر ما له نفس في الزواج ولا نفس من المسؤولية. وكذلك المرأة قد تتشرط وإلا بها 40-50 ما تزوجت. كل هذا لأنه عدم فهمهم لهذا الواقع، أن الإنسان ترى بشر، ما هو جمادات على الطلب اللي تبيه، على اللون، على الحجم، على لا لا، وإنما هالبشر فيهم وفيهم. نعم.